الشاشه جعلت عشان تتابعون الاسئله مو عشان تتابعون الاحداث. ماجد النفيعي مرحبا يا ابو عبد الله صاحب الرمعات اللي نوب تصيب ونوب ياخذها انها معلومات. جالس تسألني ولا جالس تعطيني اسقاطه ولا ايش جالس تقول؟ لا جالس اسولف معك انا. طيب انا صحيح صاحب الرمعات. ايش تقول لجمهورك ومشاهدينك الان؟ اقول لهم الله يبيض وجيههم سواء انا كهنا او قلتها قبل شوي هذا مولد الامال والاحلام والطموح. غادرنا والله اني لا انجح. جلست باذن الله اني لا ابهركم فيه انجازات قويه باذن الله. في انجازات جايه يعني؟ باذن الله باذن واحد احد وممكن اني الوم نفسي لو طلعت اني ما قدمتها الى الان. الجميل احمد الطحامي هو اللي حاضر دائما خلف جميع الصور والجمهور لا زال يطالب احمد بكثير من الصور عشان ينزلها ويقول انا ارسلها للاخوان في السوشيال ميديا وبينزلونها ان شاء الله ولا يا احمد؟ المبدع يعطيك العافيه يا احمد. اجل نقول كيف يا اخوان؟ ايش تبغون نقول يا جمهورنا؟ ها؟ ماجد ارجع واصل انجازاتك مع جمهور. ارحب موبي يا مرحبا ابو باسم ارحب مليون خله يسلم على اخويا ويجينا. ما في هم ما بسيطه ضمه كله بعد لا ايش ودك؟ لو سمحت لعبت في نفسيته اليوم الله يجزاك خير. الله يوفقك ماجد نجم مميز ورائع. كملها بس كلمة كلمة كلمتين تفضل صارت كلمتين. أشكر أولا ابتساماتكم اللي على وجيهكم والله ثم الله أنها نجاح الماجد. ثانيا أشكر جمهوري الله يبيض وجيههم. ثالثا الله يجعلني عند رضا والديني في كل يوم وفي كل وقت. الله يجعلك موفق يا ماجد. والله اني بغيت ابي سيارتي. جوني ما عاد ارحب 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 جوني ما عاد ارحب يا ابو عقاب نجم من نجم الجمهور. جوني ابدا ارحب ارحب يا غرباء يا مرحبا. استاهل استاهل جوني والله ما عاد امكم. استاهل استاهل والله رجع مرحبا مرحبا بغرفتنا كلهم يرجعون باذن الله. ارحب يا ابو في الاحياء مرحبا يضل ايامكم منكم وفيكم وتعلم منكم. ارحب ترى لي يومين كارهك. الحب ايمن الحلو الطيب الخلوق.